أكيد رمضان السنة دي مش هيخلى من محمد رمضان، لأن عنده شريحة عريضة جدا من الجمهور ومتابعين محمد رمضان اللي ما كانش بعيد عنهم السنة دي بدور زلزال. يمكن كل أدوار محمد رمضان بتحاكي الطبقة المتوسطة البسيطة والمتواضعة، ودور زلزال السنة دي في رمضان 2019 ما كانش بعيد عن ده. في حاجتين غريبة شوية في المسلسل. أول حاجة إن بتدور أحداثه في فترة قديمة شوية 1992. تاني حاجة إن بتشارك محمد رمضان البطولة السنة دي فنانة غابت عن الشاشة 12 سنة تقريبا، وهي الفنانة حلا شيحة. مسلسل زلزال بيشارك فيه نجوم كتير: ماجد المصري، محمد سليمان، حنان سليمان، ومحمد الحناوي. بتدور أحداث المسلسل في فترة زلزال 1992 في مصر، عن راجل بيشتري بيت وبيسدد الفلوس دي على دفعات، ولما جه يدفع الدفعة الأخيرة من الفلوس طلب من صاحب البيت إن البيت يكون باسمه وإن هو يتنازل عن ملكيته، لكن فضل صاحب البيت يماطل لغاية ما وقع الزلزال، وطبعا اتهد البيت ده من أثره. رفض صاحب البيت ان هو يسلم الأرض دي للورثة، ومن هنا بيبدأ صراع محمد رمضان اللي بيلعب دور زلزال مع صاحب البيت عشان يدافع عن حق أبوه رغم ان هو بيحب بنت صاحب البيت. صراعات محمد رمضان ودفاعه المستميت عن حقه في الشخصيات اللي بيلعبها مش بتخلص، عشان كده خلونا نشوف زلزال هيعمل ايه في رمضان السنة دي 2019 على قناة MBC1 من خلال قنوات سلينج عربيك تي في. لأن المتعة ملهاش حدود، اعرف أكتر عن ما يعرض على قنوات سلينج عربيك تي في. كل اللي عليك اضغط على ماي تي في من حسابك الخاص على سلينج، ثم على جايد، ثم اضغط سلينج سنترال تشانل، واستمتع بالتوب 5 من الأفلام والبرامج والمسلسلات اللي بتتعرض على قنوات سلينج خلال الشهر، بالإضافة لرأي بعض المشاهدين لمحتوى مسلسلاتنا العربية، وهتعرف أكتر عن أفضل مميزات تطبيق سلينج، وكمان فيديوهات شرح تفصيلية عن طريقة استخدام التطبيق عشان تستفيد من كل الخدمات. سلينج عربيك تي في، تلفزيونك العربي.